على موجات صوت العرب من القاهرة، حمدي الكنيسي يروي. حواديت على هامش النصر. كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ظهرا من يوم السبت 6 أكتوبر 73، وكنت منهمكا بمكتبي بصوت العرب في الإعداد لأحد برامجي التي ستذاع مساء اليوم نفسه، ولكنني لأسباب لم أفهمها حتى الآن وجدتني أترك المكتب وأتجه إلى استوديو الهواء حيث تذاع عادة نشرات الأخبار والمواد الحية على الهواء مباشرة. وعلى الفور دار الحديث بيني وبين الزميلة ميرفت رجب التي كانت مذيعة تلك الفترة حول بعض ما نستنتجه نحن كإعلاميين من الموقف العام، وبالذات ما يدور من السدادات في القوات المسلحة. واعترف أننا معا لم نستطع أن نتوقع حدوث شيء كبير، ولعل ذلك يرجع إلى السرية الكاملة والتمويه الرائع الذي اتسم به الإعداد للمعركة. وما كادت الساعة تتعدى 20 دقيقة حتى أقبل إلى الاستوديو أحد المحررين السياسيين وفي يده خبر عاجل طلب إذاعته فورا. وكان هذا الخبر يقول إن العدو الإسرائيلي قام بهجوم على الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، بينما تقوم زوارقه البحرية بالاقتراب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. أذاعت الزميلة ميرفت الخبر العاجل، وأذيع بعده مرش عسكري، وانضم إلينا زميل آخر. وتساءلت نظرتنا، ترى ما الموقف بالتحديد؟ هل هي الحرب أخيرا؟ أم أننا سنكتفي بالعبارة المملة السخيفة التي تقول وقد تصدت قواتنا للعدو؟ والتقينا جميعا على خطورة الموقف إلى أن توالت البيانات التي بسببها تهللت كل الوجوه داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وآثر الكثيرون أن يبقوا في الإذاعة طول الليل حتى لو ناموا على الأرض. أما أنا فقد اتجهت على الفور إلى إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لأضع نفسي كمراسل حربي للإذاعة تحت تصرفها. وغدا يتجدد اللقاء مع حمدي الكنيسي في حواديت على هامش النصر. تخرجها سعدية حسين.